لنفديها بالعلم والسلاح نحميها سنعود. كيف انهم يقومون بتفجير عندما تأتي مثل هذه المواعيد الهامة جدا متعلقة بالاستحقاقات، لابد أننا كجزائريين وكجزائريات أن نقف مهما كانت المشاكل ومهما كانت الآراء ومهما كانت الاختلافات في الرؤى، لكن لابد أن نقف، لأن في الأخير هو مصير الجزائر، مصير الجزائريين والجزائريات. الشيء ربما الذي أنوه به، أنا كنت بعض المرات أنتقد الصحافة وأنتقد الفضائيات بعض المرات في بعض الموضوع. في هذه المرة في الحملة الانتخابية ومعالجة الحملة الانتخابية فلهم الشكر وكانوا في مستوى عالٍ.